اما هلا سلمى فقرتنا الاخيره بنتوقف عند لمسات جماليه ونسائيه. الماده الاساسيه فيها الورق، كيف فيها الورقه البيضاء تكون لوحه فنيه او تحفه فنيه تكون معك بقلب البيت؟ معنا لنحكي اكثر عن هيدا الموضوع معنا نور حبش، مصممه وصاحبه مشروع فانيلا للاعمال اليدويه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا صباح النور، صباح الخير. يسعد صباحك نور. هلا سلمى، هلا نور. خلينا هيك نبلش شوي من الجديد اللي عم نعمله او حضرتك عم تساويه بالورق ونحكي عن اخر التصاميم. هلا نحن اللي حنخصصه اليوم وحنتوجه فيه كمان للام بالبيت وحتى للمعلمه اللي بدها تستقبل الاولاد بالمدرسه، فهو مشروع بيستخدم اكثر شيء الورق. فينا نستعيد عنه بالفوم اللي هو بسموه ايفا الدارج او الكورنيش، بس هو اكثر شيء متوفر كورق وكسعر مقبول. فاللي حنقول هي موادنا، الادوات اللي فينا اللي بدنا نعتازها اكيد مقص وقلم. وهي حقول المبدا الاساسي، نحن وردتنا هي فيني ارجيها على الكاميرا، هي مثل هي، هذا هو المشروع. وفينا نعملها ديكورات هيك كورونات او شيء نحطها بمناسبات عيد الميلاد. فانا بس رح اشرح المبدا اللي هو نحن فينا نقص البتلات، واسهل بتله هي الدويره. فنحن نفس هذا المبدا كله دائري بيطبق. هدول تمام، هدول اللي ارجيتكم اياهم هن دائره، فهن اسهل رسم لاي شيء، وبنعمل قياسات مختلفه. تمام، فممكن حسب حجم الورده نكبر الدويره ونعمل ثلاث قياسات او قياسين. المبدا فينا نشوف على النت او شيء هيك رسمات. تمام، فهيك بس نشكل موديل البتله، فهي بتتغير الورده كليا من دائره الى شكل ثاني. ايه، فبيتغير موديلها بيطلع بتله مختلفه. هلا هذا موديل وهذا موديل، وممكن الواحد يلاقي موديلات كمان مختلفه. انا رح اشرح بس مبدا كيف تجميعها، وبعدين بيصير العالم ممكن تستفيد بهذا الموضوع. نحن بدنا قاعده مثلا مدوره هالقد، ووقتها البتله حتكون مفروزه باخرها تقريبا سنتي، وحنحاول نلزقها. نحن حنستخدم اكثر شيء اللي بيساعدنا السيليكون الحامي، ممكن يكون بايد المعلمه والام اضمن اذا كانت الاعمار صغيره. فمجرد ما نجمع الطرفين صارت تقدر توقف، وصار فينا نصير نثبت البتلات بشكل حلزوني على الدائره. بس هي بتضبهم على بعض وبتتنيها نتفه مشان تسندها. تمام، ايوه، بتطبهم بتلزقها، فهي تلزقت وبنرجع بنلزقها بمحلها هون وبشكل حلزوني مندور الكبار من برا والصغار من جوا، فبنحصل على النتيجه. تمام، فهذا المبدا بشكل كثير سريع. فينا نضيف لحتى نصمم بشكل اجمل انه نعمل قياسات مختلفه، وفينا نضيف عليهم ورق اخضر، يعني فينا نقص الورقه ونضيفهم. في كثير اشكال الورق، واكيد بدنا نراعي مثلا القياسات او كيف تناسق كمان القياس غير الالوان. فهذا بمبدا بشكل كثير مختصر لحتى نكسب وقتنا دائما. هي فنحن هي فكرتنا بشكل عام. انا رح ارجيكم مثلا هي، فهي غير بتله، يعني شكلها قلب ومطاول، فهي بتتغير بس دائما من تحت بيكون في نفس المبدا، عم نكون مفروزه نتفه وملزقه، والقلب تبعها فيني اشرح عنه بسرعه، ففينا نحطه بالقلب ومنغير لونه كمان. القلب تبع الورده بشكل مختصر كمان هو عباره عن شريطه طويله ومقصوصه بشكل مشط، وعم ندوره بشكل مدور هالقد بشكل مرصوص، وبعدين بنرجع بنفتح اطرافه، فبيعطينا هي النتيجه اللي هي بتحسيها مثل ورده المارغريت او شيء، وفينا نلزقها بالنص، فبنحصل على قلب الورده بيعطي هيك جماليه احلى. نوره كمان يعني هي الوسائل او الطرق اللي عم نستخدمها صرنا نشوف انه هي ممكن تكون مساهمه بالعمليه التعليميه. تمام. كيف نقدر نستثمر هي الطريقه بالعمليه التعليميه؟ هلا نحن المعلمه ممكن يكون عليها الجزء الاكبر، لانه حتى نكسب الوقت فيها تحضر لهم مثل مجموعه، انه يصفي دور الولد هو تجميع، ففينا نقص الولد مثلا البتلات كلهم او نعطيه دور القص، هو في احترافيه بالقص صفينا، ونقص له كل الاغراض، ونحاول يكون النشاط انه هو نحاول نجمعهم ونعطيه المبدا،
وبشكل شو اسمه تلقائي بصير بيتعلم وبصير هو بيبدع، يعني حسب مهارات الاولاد كل واحد اكيد له اهتمام، يعني قديش ممكن يعرف يقص قديش، بس هي بنفس الوقت بتنمي مهارات عند تمام. هو بده يحاول ينسق، بده يحاول يشوف الاحجام ويوزع وينتبه، يعني بكون هيك بنفس الوقت عنده عين جماليه على بكير. خلينا نحكي كمان مع القطع اللي معك كمان جنبك، هذا الكورون. الكورون فيه ينحط على الباب بالبيت او فيه يكون ديكور بعيد ميلاد مثلا الولد، يعني الام لما بدها تعمل كمان مناسبه لابنها فيها تعمل ديكور كثير ناعم وغير مكلف، فبيصير في جو كثير حلو، وفيها توزع الوردات كمان. وحلو كمان اذا الولد تعلمها هي المبدا، واذا الام عندها هالاهتمام بهيك مواضيع انه يحضروا شيء للمعلمه باول السنه، كمان جهدها كثير كبير مع الاولاد، فكمان كثير بيحبوا، حتكون لفته كثير حلوه من الولد اتجاه معلمته. فهي بشكل مختصر حاولنا اكيد. يعني حتى حكينا يمكن بالبدايه عن الورق، وقلتي انه ممكن في كثير انواع من الاوراق ممكن تستخدم، فينا كمان ندخل اعاده التدوير فيها ولا لا؟ هلا نحن مجرد ما كان الهدف انه نصنع البتلات ففينا نشوف الكرتون المتوفر، يعني يعني ممكن الواحد يزيد عنده كرتون من الدفاتر اللي قبل، الوانهم كمان حلوه، فيه يكون علب اشياء يعني كمان متوفره، بدل ما نكبها فينا نقصها وننسقها، مرات بيكون في غرض له كرتونه كمان الوانها حلوه، كمان فينا نعمل هذا مبدا اعاده تدوير. يعني هي بشكل عام مصادر الورق ممكن تتوفر بشكل اكبر من غيرها. ومثل ما قلت يمكن هو اقل كلفه طبعا بالنسبه للاهل. بالختام لكل ام عم تشوفنا نصائح اخيره، فعلا اذا بدها تنمي هي القدرات عند طفله وبدها تخليه بنفس الوقت يتسلى، وبنفس الوقت مثل ما قلتي في قدرات اخرى ممكن من خلالها يتلهى الولد، يعرف يشتغل، يعمل شغلات حلوه. هلا هي فعلا تعتمد على مهارات الام، يعني اذا ما كان لها ميول ممكن تستعين بحدا، ما كان بالها طويل ايه لا فعلا لانه هي شيء بالطبيعه، يعني ما فيه نفرضه على اي حدا واللي بيطلع الشغل مفشكل بس هي الفكره انه ممكن تستعين بحدا، وممكن الولد هلا في مصادر كثير صارت متوفره على اليوتيوب، على مصادر كصور كمان بتشرح كثير مبادئ، هي توفر له المواد مراحل، مو فورا ممكن يوصل ايه. يعني مراحل تمام. شوي هي فيها مهارات نسبيا بس انه ممكن يوفرها. هلا نحن حكينا بلقاء سابق ما كنا على المحطه على لف الورق، هذا كمبدا كثير بسيط، فنحن كنا عم نشرح انه بشكل عام هيك بتتقدم القطع ضمن مشروعي كتقديم قطع فنيه، هذا المشروع شوي عبء على الولد بس هيك شيء ممكن يتحقق معه بسهوله، يعني كثير حلوين يعني عرفتي فعلا عطيه. فنحن المبدا تبعه كنا شرحنا انه هن شرايط ورقيه ومنلفهم، مجرد لفهم عم نثبتهم بطريقه يعني كثير بسيطه، يعني خمس شرايط مع النص مع ورقتين خضر والثالثه العوده، فهي كمان كثير كمان بتاخده لمكان ثاني وبتنمي له كمان كم مهاره. اكيد. يعني بختام حديثنا معك اليوم نتمنى لك التوفيق اكيد بمشروع فانيلا، وبطبعا الخطوات التعليميه اللي عم تشاركي فيها من خلال تطوير مهارات الاطفال الصغار. شكرا لك. شكرا لكم، وان شاء الله عام دراسي كثير يكون سليم وناجح وباقل الاضرار للكل يا رب. بدنا نشكرك كثير نور حبش، مصممه الاعمال اليدويه، بنتمنى لك التوفيق بمشروعك، ان شاء الله يا رب هيك نشوف خطوات اخرى على ارض الواقع. شكرا كثير لك. شكرا لكم وشكرا على الاستضافه. ميرسي نور. وصلنا هلا لختام صباحنا، بنتمنى لكل مشاهدينا دائما